أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا أخوة الكرام في الحلقة الماضية عند قول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله. هذه الفرية التي يعني افتراها هؤلاء، وهم الآية تعني بني إسرائيل الذين كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم، يبدلون كلام الله عز وجل ويحرفونه ويأتون بكلام من عند أنفسهم يوافق شهواتهم، ثم يقولون للناس أن هذا هو كتاب الله عز وجل. فهم كانوا يكتبون هذا الكلام ويقرون أنه من عند أنفسهم، ثم يزعمون أنه من عند الله سبحانه وتعالى. وخطورة هذا الأمر إخوة الكرام، خطورة هذا الكلام عندما يكتب الإنسان الكلام من عند نفسه ثم ينسبه إلى الله عز وجل كما فعل هؤلاء، هذا يعني أتوا ببليتين عظيمتين. البلية الأولى أنهم لبسوا على الناس الدين، لبسوا على الناس الدين الحق الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من عند ربه جل وعلا. وهذا أخواتي الكرام يذكرنا أيضا بمن يأتي بأشياء أو بأمور أو بتصرفات من عند نفسه ثم ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول هذا هو هدي رسول الله أو هذه هي سنة رسول الله، وهذا الأمر ليس من سنة رسول الله، يعني لا علاقة له بالسنة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، لا يعني يختلف عليها اثنان، كما هو معروف الدين الحق من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. فهنا أخوة الكرام عندما يفعل الإنسان هذه التصرفات أو يأتي بأشياء من عند نفسه ثم ينسبها إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يعني يأتي ببليتين. البلية الأولى أنه يلبس على الناس دينهم، فيختلط على الناس الدين الحق الذي جاء من عند الله تعالى بما بأشياء من تصرفات الناس، من عقول، من تفكير البعض، من آراء، يعني البعض يدخل الآراء والأفكار في دين الله تعالى ويقدمها للناس على أنها هذا دين الله. لا ينبغي أن يفعل هذا، وهذا يعني من فضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى هيئ لهذا الدين من ينقيه ويحافظ عليه ويعني يحرص على صفائه ونقائه. لذلك أقول بأن هؤلاء أتوا ببليتين، البلية الأولى أنهم لبسوا على الناس دين الله عز وجل، خلطوا على الناس الدين وأوقعوهم في الشك والريبة، هذه البلية الأولى. البلية الثانية أنهم أكلوا أموال الناس بالباطل، يعني لأنهم فعلوا هذا الشيء، كتبوه وتصرفوا في دين الله أو في كتاب الله ثم قالوا للناس هذا من عند الله من أجل أن يحصلوا على المكاسب من وراء هذا هذا البلاء. ولذلك يعني هم فعلا أتوا ببليتين كبيرتين عندما نسبوا تصرفاتهم إلى الله عز وجل ثم يقولون هذا من عند الله، فخلطوا على الناس الدين ثم أكلوا أموال الناس بالباطل. وهذا إخواني يعني أيضا ورد في آية أخرى بأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء القوم، يقول الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ينسبون هذا الفعل هذا التصرف إلى الله عز وجل وهو من عند أنفسهم. والكذب إخوتي الكرام، الكذب عندما يكون على الناس يكون أهون على مما من إذا كان الكذب على الله أو على رسول الله. يعني إذا كان الكذب يتعلق بالإنسان نفسه، عندما يكذب يعني يكذب الإنسان على نفسه يعني قد يكون هذا كذب ولا شك أنه كبيرة، ولكن يعني هو أهون عندما يكون الكذب في حق دين الله عز وجل. يعني عندما يكذب الناس أو يكذب المفتري أو يكذب المبتدع كذبته ثم ينسبها إلى دين الله تعالى. فالكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن الكذب
على الناس بعضهم ببعض، لأن الإنسان إذا كذب على نفسه لن يضر إلا نفسه، أما إذا كذب على الله أو على رسول الله فسوف يضر الناس جميعا، لأنه سوف يشكك الناس في دين الله عز وجل، وسوف يدين الناس لله عز وجل بدين كذب والعياذ بالله، عياذا بالله. ولهذا كانت جناية المبتدع أخوتي الكرام في دين الله عظيمة. المبتدع عندما يبتدع، لماذا كان المبتدع يعني بلغ في الإجرام الذروة؟ لأنه حقيقة بابتداعه في الدين يضر الناس جميعا، يخلط على الناس دينهم، يصد عن سبيل الله بتصرفه هذا. ولذلك وصفه الله تعالى بأنه يعني بأنه أتى بجرم كبير وأتى ببلية، فقال الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذب، يعني ما في أظلم من هذا الإنسان الذي افترى على الله الكذب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا ضلل الناس بالكذب على الله ورسوله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أخوتي الكرام في هذا مبينا صلى الله عليه وسلم أن الكذب عليه أو على الله سبحانه وتعالى ليس كالكذب على الناس بعضهم على بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الله عز وجل فيبشر بمقعد في النار عياذا بالله. كما ذكرنا إخوتي الكرام بأن الإنسان إذا كذب على نفسه فإنما يعني يضر نفسه، لكن إذا كذب على الله فإنه يضر الناس جميعا. ولذلك يعني وبخه الله عز وجل بالبشارة بمقعد في النار إذا كذب على الله. وهذه أخواني أيضا تذكرنا بخطورة المبتدع وخطورة البدعة في دين الله عز وجل، لأنها حقيقة تغطي الدين الحق وتغطي الصراط المستقيم هذه البدعة. والمبتدع إخوتي الكرام يعني أتى بجرم كبير، فهو وضع نفسه مشرعا في كأنه يعني في مقام الربوبية سبحانه وتعالى وفي مقام الله عز وجل، فهو كأنه مشرع ببدعته. ثانيا أنه يعني زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ببدعته، زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين ولم يبلغ الدين كاملا. فالمبتدع خطورة كبيرة على الدين. ثانيا إخوتي الكرام أيضا يعني يوم القيامة الشهود على الإنسان بيكون يعني الأعضاء تشهد على الإنسان، الشهود عند الله عز وجل يوم القيامة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد، القرآن شاهد، الأعمال الصالحة، يعني الشهود عند الله تعالى يوم القيامة لها يعني لها مقام رفيع. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يفر من الشهادة يوم القيامة لما تشهد عليه أعضاؤه، لما يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يشهد عليه القرآن أيضا. كل ذلك إخوتي الكرام يعني يضر بالإنسان، وهذا يجعل الإنسان يعني يراعي كثيرا في تبليغه لدين الله، أو يراعي كثيرا في أن يعني أن يبتدع على الله أو يكذب على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فيوم القيامة يقيم الله تعالى الحجة على الإنسان، وخاصة هذا الكائن الذي يكذب على الله، فينطق الله سبحانه وتعالى أعضاء الإنسان، أو يأتي الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بما شابه هذا من الأعمال أو من الأشياء التي لها مقام عند الله عز وجل، فيشهده الله تعالى على هذا الذي افترى على الله الكذب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عندما قال الله تعالى: ثم يقولون هذا من عند الله، يعني لماذا يفعلون هذا؟ يعني فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم
ثم يقولون هذا من عند الله. لماذا يقولون هذا من عند الله؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. هم ليشتروا يعني يفعلون هذا لدرجة أنهم يكذبون على الله من أجل أن يشتروا متاعا من الدنيا، من أجل أن يحصلوا على شيء من متع الدنيا. فهم يتصرفون هذا التصرف في كتاب الله، في دين الله، مثل المبتدع يأتي بأشياء في دين الله من أجل أن يعني الطمع دنيوي، من أجل أن يثني عليه الناس، من أجل أن يحصل على شيء من درجات الدنيا. فهو يعني يريد مالا، يريد شهرة، يريد سمعة، يريد ثناء، بسبب حتى لو أدى ذلك إلى 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 الكذب على الله عز وجل. ورد إخوة الكرام التحذير من طلب الدنيا، من طلب العلم رياء وسمعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يطلب الإنسان العلم من أجل الرياء والسمعة. هذه يعني مثل هذه الآية بالضبط، هذا الحديث مثل آية، مثل هذه الآية، الآية التي يقول الله تعالى فيها: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. إذن هم يريدون أن يشتروا أو يكسبوا مكسبا في هذه الدنيا حتى لو كان هذا على حساب دين الله سبحانه وتعالى. نأخذ هذا الفاصل إخوة الكرام ونعود إليكم إن شاء الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. مرحبا بكم إخوة الكرام مرة أخرى. كنا نتحدث إخوة الكرام عن قول الله عز وجل ليشتروا به ثمنا قليلا في الآية التي مرت معنا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ليشتروا به ثمنا قليلا أي أنهم يتصرفون هذا التصرف أو يكتبون الكتاب من عند أنفسهم ويكذبون على الله وعلى رسول الله، ثم يقولون هذا من عند الله من أجل مكتسب دنيوي، من أجل أن يحصلوا على المكتسب الدنيوي، سواء كان مالا أو سمعة أو ثناء أو مدحا أو ذكرا عند أحد هم يعظمونه أو يذكرونه. فهم يفعلون هذا البلاء وهو الكذب على الله عز وجل من أجل أن يحصلوا على هذا المتاع الدنيوي. هذه الآية أخوة الكرام ليشتروا به ثمنا قليلا لها شبيه، حديث يشابهها، وهو أن هنا الله سبحانه وتعالى يتوعد هؤلاء الذين يتصرفون هذا التصرف أو هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل بهذه النية. الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يهدد أو يحذر من هذه النية الفاسدة، في يعني يحذر عليه الصلاة والسلام من طلب العلم بنية المدح أو بنية الجدال أو بنية أن ينصرف الناس إليه أو يتوجهوا إليه. فيقول عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فهذا الحديث شبيه أو مثيل للآية التي يهدد الله تعالى فيها أولئك القوم الذين يتصرفون في دين الله أو يشترون بآيات الله ثمنا قليلا من أجل متع الحياة الدنيا أو متاعا من متع الحياة الدنيا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يطلب العلم بهذه النية الفاسدة، أولا أنه فقط يريد أن يجادل العلماء، ليجاري به العلماء يعني ليجادل العلماء ويناظرهم ويكشف علمه أمامهم أمام الناس ليثني عليه الناس رياء وسمعة، أو ليماري به السفهاء يعني يجادل به الجهال، أو من أجل أن يصرف بعلمه أو إظهار علمه بنية أن يصرف الناس إليه بدل أن يتوجه الناس إلى العلماء الربانيين وإلى العلماء المخلصين. هو يعني يتعلم العلم من أجل أن يعني يصرف الناس إليه أو يتوجه الناس إليه بهذه النية فقط. هؤلاء هذا أو هذه أصحاب هذه النوايا الثلاث هدده النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخله الله النار، كما يعني في كمال الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار.
نعود إلى آيات الآية أخوتي الكرام. هذا الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا هدده الله تعالى بالويل، فقال الله عز وجل: فويل لهم مما كتبت أيديهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم. والويل أخوتي الكرام قيل إنه العذاب الشديد، وقيل إنه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. فويل لهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ينسبونه إلى الله عز وجل، يشككون الناس، فويل لهم جزاء ما افتروا على الله ورسوله، لأنهم حقيقة أتوا بفرية كبيرة عندما يعني أتوا بكلام من عند أنفسهم وأضافوه إلى كتاب الله أو إلى كلام الله، فقالوا هذا من عند الله، لأنهم تسببوا بذلك في تشكيك الناس في أمر دينهم، تشككوا في خلط الدين على الناس، ولذلك هددهم الله سبحانه وتعالى بهذا التهديد: فويل لهم مما كتبت أيديهم. سوف تورثهم إخوتي الكرام هذه الكتابة، سوف يورثهم والعياذ بالله الموارد، أو سوف تأخذهم إلى الموارد المؤسفة والمخزية والمحزنة يوم الدين، نظير كتابتهم أو افترائهم على الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهذه الكتابة التي كتبوها أو أضافوها في دين الله وهي ليس من دين الله ونسبوها إلى الله، سوف يدفعون ثمنها غاليا عند الله عز وجل عندما يمسهم العذاب الأليم عياذا بالله. الآية هذه إخوة الكرام، هذه الآية فيها وعيدان: فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. المكاسب التي كسبوها أيضا سوف تتحول عليهم والعياذ بالله، ستتحول عليهم بلاء ويعني وخزيا يوم القيامة. والمكاسب إخوة الكرام، المكسب في هذه الدنيا قد يكون خيرا عندما يكون مما يرتضيه الله عز وجل، فيبارك الله سبحانه وتعالى في هذا المكسب إذا كان خيرا، وقد يكون المكسب شرا وبلاء على صاحبه عندما يكون من المكاسب المحرمة، فهذا والعياذ بالله سوف يجر عليه المكسب، هذا نفسه سوف يتحول إلى عذاب عليه في هذه الدنيا، يعني سيجر عليه هذا المكسب البلاء، لأن هذا المكسب والعياذ بالله اكتسب من مصادر أو من موارد الحرام. أشد المكاسب إخوتي الكرام بلاء هي التي تأتي من باب الممنوعات والمحرمات، يعني كحال بني إسرائيل في هذه الآية، عندما يكون المكسب إخوتي الكرام على حساب الدين، على حساب العقيدة، عندما يفتري الإنسان على الله الكذب، عندما يفتري الإنسان على رسول الله الكذب، يدخل يأتي في بأشياء من عند نفسه ثم يضيفها إلى الله عز وجل من أجل أن يكتسب مكسبا من مكاسب الدنيا، هذا المكسب والعياذ بالله سيجر عليه البلاء. وأشد المكاسب حرمة وبلاء عندما يكون الإنسان والعياذ بالله يعني يكسب على حساب دين الله، عندما مثلا يعني يكتب كتابا يصد فيه عن سبيل الله من أجل أن يكسب مالا، من أجل أن يكسب سمعة، من أجل أن يقال أنه يعني أحرج العلماء أو شكك المسلمين أو الناس في أمر دينهم. فهذا أخوتي الكرام حقيقة يعني من أكبر البلاء على الإنسان، هذا المكسب والعياذ بالله سيتحول له عذابا في هذه الدنيا قبل الآخرة. البعض أخوتي الكرام يكتب طاعنا في دين الله أو ساخرا من رسول الله أو من سنة رسول الله، أو يعني يؤلف كتابا أو يطبع رسالة يعني من أجل أن يصد الناس فيها عن سبيل الله، مثل الذي يدعو المرأة إلى أن يعني تكون مع الرجل الأجنبي الذي لا يحل لها، يدعو المرأة إلى أن تتمرد على 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 تعاليم الدين وعلى ما نصح به الله أو ما أمر به الله عز وجل وأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا إخوتي الكرام هذا يعني هذه المكاسب سوف تتحول بلاء على هذا الإنسان. فلو لم إخوتي الكرام لو لم يكن في المكاسب المحرمة إلا أنها لا يستجاب لصاحبها في الدعاء لكفى،
فما بالك إذا كانت هذه المكاسب أو هذا المكسب يمنع عن الإنسان كل أو يأتي للإنسان بكل بلاء. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم إخواتي الكرام حذر من هذا، لأن الإنسان إذا كسب المكاسب الحرام يعني أكل حرام وشرب حرام ولبس من حرام فإنه لا يوفق لا يسدد. هذا الذي نقول يعني لو لم يكن في المكاسب المحرمة إلا أنها فقط لا يستجاب لدعاء صاحبها لكفى، فما بالك إذا كانت المكاسب المحرمة تأتي بكل بلاء. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، يعني الرجل النكرة، ذكر أي رجل مسافر، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. وهذا مدعاة إخوة الكرام السفر والبعد عن الأهل والفراق، هذا مدعاة مدعوة للإجابة، يعني يستجيب الله دعاء المسافر. لكن هذا الرجل جمع بين يعني أسباب الإجابة وموانع الإجابة. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى لحالة مثل هذا الإنسان، لحالة هذا الإنسان الذي تغذى بالحرام وأكل بالحرام وشرب بالحرام ويعني لبس من الحرام، كيف يستجيب الله له مع أنه جمع يعني أسباب الإجابة: السفر وطول والبعد عن الأهل والفراق والحزن، هذا مدعاة لأن يستجيب الله تعالى ويعينه على أمر على نفسه، لكنه أيضا مع هذا تغذى من حرام وشرب من حرام ولبس الحرام، فهذا إخواني منع أن يستجيب الله تعالى دعاءه. فهذا الذي أقول إخواني الكرام، يعني لو لم يكن في المكاسب الحرام إلا أن صاحبها لا يستجاب دعاء لكفى، فما بالك إذا كان المكاسب الحرام يعني تؤدي بالإنسان أو تأتي بالإنسان والعياذ بالله بالبلاء الكثير. الآية أخوتي الكرام كما قلنا لكم فيها وعيدان: وعيد على الفعل اللي هي الكتابة، ووعيد على الكسب، وعيد على الكسب، وويل لهم مما يكسبون. أقول أخوتي الكرام بأن العبرة في هذه الآية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا ما نذكر به إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.